في خلال الساعات اللي فاتت اتفاجأ الوسط الفني وكل جمهور حسن يوسف وشمس البارودي بوفاة ابنهم عبد الله. عبد الله توفى غرقا وهو بيصيف في الساحل الشمالي، لكن الشيخ خالد الجندي بيكشف لينا عن تفاصيل مهمة جدا وصادمة تقشعر لها الأبدان على شمس البارودي وحسن يوسف. ما تنسوش اللايك والاشتراك وخليكم معايا للآخر. بعد وفاة عبد الله ابن شمس البارودي وحسن يوسف، وأثناء توديع الجثمان لمسواه الأخير والكفن لسه محطوط قدام شمس البارودي وحسن يوسف، الفنانة شمس البارودي قالت لحسن يوسف: خلي بالك إن ده الكفن بس، لكن عبد الله فوق عند ربنا. بيكمل الشيخ خالد الجندي وبيقول: أنا ما شفتش أسرة محتسبة وصابرة على هذا البلاء زي أسرة حسن يوسف وشمس البارودي. الفنان حسن يوسف وقف أثناء توديع الجثمان وقال: على سنة الله ومذهب رسول الله يدفن عبد الله ابن حسن يوسف. وأكدت الفنانة شمس البارودي أن عبد الله كان من حفظة القرآن، كان عبد الله بيئم شمس البارودي في الصلاة، وكمان قالت أنه هو من أقرب الأولاد لقلبها بسبب بره ليها.